تفرض علامات استفهام ما استفزتها حتى رايات جريح لفريق يأبى بالخسارة أن يزدان بلا انتصار. مشاهدا ومدربا قبل اللقاء، هكذا كان حال كارينيو الشباب، فما انتظر إلا حفنة دقائق ولو بهدية أحمد الرحيل الحارس ليبدأ الاحتفال. جاهز أنا، حاضر للمونديال ولو كان هدفي أسهل الأهداف، هكذا اختصر الحكاية ناصر بن شمران. ما حقق الرائد حتى الآن نصرا، لكن عبد الرازق محمود وكنيته شيكابالا كاد أن يفرح الجماهير الحاضرة لولا أنه أخطأ الهدف بعشرة من السنتيمترات. لا ضير، خيرها بغيرها، هكذا جاء تشجيع ماريو سيبيريا في أول مباراة له مدربا للرائد. ربما لم يكن يعلم ما ينتظره من الشباب. سجل الأول باليمين والثاني هز الشباك برأس زلزال. الشباب يسجل وشيكابالا يواصل الاجتهاد، فما حرمه من أجمل الأهداف إلا إبداع مصطفى فاروق الحارس بين الخشبات. رقصت راياته، لكن الرائد لم يرفع راية واحدة للاستسلام. تأخر هدف الرائد كثيرا، لكنه أخيرا جاء، والبصمة من داخل منطقة الجزاء بيمين شيكابالا. واصل النجم المصري حضوره بحثا عن تعديل النتيجة، حتى إذا أبدع في الصناعة ما تفوق عليه في الإبداع إلا زميله يحيى المسلم، إنما في الإهدار، وكأنه أراد أن يشاهد المدرب سيبيريا متحسرا على ما ضاع. دقائق فحسب وصحح المسلم الخطأ مستغلا هدية من الحارس فاروق بن مصطفى هذه المرة، وكأن اللقاء لقاء الحراس في الأخطاء. لم يتوقف المسلم عن صناعة الهجمات وهو المدافع، فكاد أن يشارك في صناعة الثالث لولا أن أخطأها فاندر لويز. الأخطاء تواصلت، والبديل الجزائري بن يطو كما سنتابع كان بطل أهم الضائعات، فكتب الفريقان على نفسيهما في المباراة، كتبا أن يخسرا مزيدا من النقاط. حيدر الوتار، صدى المدينة.